السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم يتسام مع سميحة. عواشركم مبروكة، ان شاء الله تخليكم صحيحة والسلامة والرزق وتيسير وكل ما كتمنوا يا رب. جيتكم اليوم ان شاء الله بواحد الملويلي كيجي لذيذ 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 بزاف، وتبارك الله كيجي مورق كيف كتشوفوا، خفيف وجد سريع وجد سهل، وان شاء الله غتبعوا الطريقه يخرج لكم الملوي ديالكم رائع جدا، وخا تكون اول تجربه ديالكم. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر باش تعرفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش ضغط الزر الاحمر اسفل الفيديو وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للعجين ديالنا، فكل رابعه اولا كل 250 غرام ديال الدقيق الابيض كنحتاجوا له 250 غرام ديال دقيق الفينو، اولا مثلا كل كاس ديال الدقيق كنحتاجوا ليه كاس ديال الفينو. كتبقى الكميه على حسب الاختيار ديالكم، على حسب شحال بغيتوا ديال الملوي. المهم كل كاس ديال الدقيق الابيض كنديروا ليه كاس ديال الدقيق الفينو. بعد الحال كنغربلوهم مزيان باش كنحيدو منهم دوك الحبيبات. كندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، انا دائما كنستعمل العسل الحر، فغير باش تعوضوا به يعني سكر سنيده، لان السكر كيخلي لنا واحد اللويان زوين بزاف داك الملوي ديالنا، ملي كيكون كيطيب كيجي محمر وزوين. يعني تقدروا ديروا سنيده، ما بغيتوش كتقدروا تعوضوا هكا بالعسل. وكنبداو نضيفوا هكا الماء تدريجيا، اذا كان الحال بارد فغنديروا الماء دافئ، اذا كان هكا الحال سخون فماشي مشكل، تقدروا ديروا تستعملوا يعني الماء ديال الروبيني بدرجه الحراره ديال الجو. صافي كنبقاو هكا كنزيدوا الماء وحنا كنخلطوا، وحنا كنجمعوا العجين ديالنا. كيف كتشوفوا غادي تشوفوا معايا القوام اللي غادي نحصل عليه. بطبيعه الحال العجين ديالنا كتبغي تدلك مزيان، كنخدموها مزيان بالكف ديال اليد باش كنحصلوا على واحد العجين زوين، وكنحصلوا على واحد الملوي اللي كيجي رائع جدا من اول تجربه. تقدروا تستعملوا العجانه فكيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد ما دلكنا هكا مزيان واحد 5 دقائق تقريبا اولا اكثر، المهم كتحصلوا على هاد القوام اللي كتحسوا بالعجينه ديالكم رطبه. كندهنوها بشويه الزيت وكنغطيوها بلاستيك واحد ربع ساعه بما ترتاح، وكنجيو باش نخدموها. هنا كنوجدو في سطح العمل، عندي هنا واحد السلافه اللي غادي نستعمل فيها الفينو باش غادي نبقاو نورقوا هكا الملوي ديالنا، اللي غادي نزيد معاه واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الخماره، الخماره ديال الحلوه، واحد السلافه اخرى اللي غنستعملوا فيها الزيت النباتي والزبده. دائما كتكون الزبده غالبه شويه على الزيت، هكا كتكون كتجينا التوريقه زوينه. صافي كنحاولوا كنحركوها، الزبده تكون بحراره الغرفه. من بعد ما ارتاحت لينا هكا العجين ديالنا كنديروا هكا كويرات تقريبا هنا غادي تخرج لينا واحد 20 كويره، اللي كنديروا ندهنوهم شويه الزيت وكنوضعوهم على جانب يرتاحوا. كنحاولوا دائما نعقلوا الكويره الاولى من الاخرى باش هكا ملي كنساليو كنعاودوا نبداو من الاول بديك الكويره اللي درناها الاولى، اللي غتكون طبعا ارتاحت هي الاولى. صافي من بعد ما ارتاحت الثانية عجينة باش كتجينا ساهلة هكا في التوراق وكتمشي معانا، غادي ندهنو سطح العمل بديك شوية الزيت وشوية الزبدة، وكنبداو نسرحو هكا العجين. قد ما خلينا العجين ترتاح قد ما كطاوعنا هكا في يدينا، قد ما يعني ما كنوحلوش معاها وما كن يعني ما كتاخدش لينا هكا يعني وقت باش انها هكا تسرح معانا. صافي تا كنوصل لهاد السمك هذا، كيف كتشوفو السمك اللي كيجي رقيق، وحنا كنخدموها بالزبده والزيت. صافي كنرشو عليها الفينو مع ديك الخماره كيف شفنا في الاول، وكنطوي العجين ديالي على هذا الشكل كيف ما كنبغيو نطويو المسمن ديالنا المربع في الاول. كنعاودو هكا الطيه الثانيه، هذه الطريقه ديال الملوي، طريقه جد ناجحه وكيجي رائع جدا من المرة الأولى. منين كنورقو هكا بالزبدة والزيت كنعاودو ثاني نرشو بالفينو مع ديك الخمارة، وكندلوي هكا العجين ديالي على هاد الشكل. صافي كلويها وكناخد ديك العجين المتبقية وكنحطوها ترتاح باش كنكملو الباقي بنفس الطريقة.
وكيف قلت لكم كيف العاده كنعقلوا دائما على الكره الاولى باش هكا يعني كنبقاو دائما غاديين ديك اللي كترتاح الاولى. كنكمل بنفس الطريقه، كندهن سطح العمل بالزيت والزبده وكنبدا نسرح هكا العجين ديالي. كيف قلت لكم قد ما ارتاحت صراحه هنا زربنا عليها شويه لاننا كنا زربانين بزاف، قد ما ارتاحت بزاف العجينه قد ما كطوعنا في يدينا قد ما هكا يعني ما كنوحلوش معها في التوراق. صافي كنبقاو نخدموا هكا حتى كنحصلوا على داك السمك الرقيق باش هكا يجينا الملوي ديالنا ناجح وكيجي زوين بزاف من الداخل كيف شفتوا في الاول ديال الفيديو. كيف غتعاودوا تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو كيجي تقريبا بحال الرزيزه وهي غليظه. صافي منين كنحصلوا على القوام المطلوب كنعاودوا نديروا شويه د الزبده والزيت ونعاودوا نرشوا بالفينو ديالنا مع هذيك الخميره، ماشي خميره كامله يعني واحد المعلقه كبيره ديال الخميره هذه السر صراحه باش ان لا في المسمن ولا حتى في الفينو كيجي زوين بزاف وكيجي مورق وكيتنفخ لينا. كنعاودوا الطيه كيف قلت لكم، الطيه الاولى بحال الطيه ديال المسمن المربع، كنحاولوا هكا نبسطوا مزيان بداك الفينو والزبده والزيت وكنعاودوا ثاني الطيه الثانيه على هذا الشكل. كنعاودو ثاني نفرقو بالزبدة والزيت وشوية الفينو باش هكا الطبقات ديال الملوي ديالنا كيجيونا هكا مفرقين ومورقين، وكنلويو بهذا الشكل كيف ما درنا مع الملوية الأولى. صافي كنكملو الكمية كاملة بنفس الطريقة وكنوضعوهم يرتاحو. من بعد ما كنكملو كنلقاو هذاك الملوي ديالنا الأول اللي بدينا بيه راه ارتاح، كنبداو هكا نبسطو من بعد ما طبعا درنا المقيله ديالنا على نار فوق المتوسطه شويه كتسخن مزيان، كنهنوها بشويه الزيت والزبده داك المزيج وكنبدا نورق هكا الملويه ديالي. كيف كتشوفوا كنوصل لواحد السمك ما كنرقوهاش بزاف كتبقى يعني بين وبين باش كتجي زويونه ومفشفشه. صافي حتى غنحصلوا على هذا السمك هذا. كيف قلت لكم كنديروا شويه د الزبده والزيت في المقله ديالنا من بعد ما سخنات مزيان وكنوضع الملويه ديالي. طريقه الاحتفاظ ديالو اذا بغيتوا يبقى لكم واحد المده طويله هكا في المجمد فراه تقدروا ديروا ليه غير التطيبه، يعني غير التطيبه هكا كيهز كيشد راسو وكنحيدوه وكنخليوه حتى يبرد على خاطرو، كنسرحوه في بلاستيك غذائي وكنديروه في فريكو كنسدو عليه مزيان. بغيتوا يعني ديك الساعه كيف ما دابا حنا غادي نديرو تعمروا اتاي ديروا بيه كوتي فراه كتحمروا هكا كيف كتشوفوا كل شويه كنحاولوا دغيا نقلبوا الملوي ديالنا حتى كيتحمر مزيان على الجهتين وكنحيدوه ونقدموه بالصحه والعافيه. راه كيجي رائع جدا، كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي التعليقات ديالكم كيف جاكم. صافي هنا كنا سالينا الكميه كامله فحمرت هادوك اللي غادي نديرو دابا واللي كانوا باقيين يعني غادي نحتفظوا فيهم بالمجمد فدرت ليهم غير نص طيبه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم. السلام عليكم ومبروك عواشركم.